غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. من حمدا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت تولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الشكر على ما أعطيت اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها وأصلحتها يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين وصلى الله وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر Mm-hmm.